ما انتفق تحت إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من سيدي عدي أخي المتتبع الكريم، أننا كنعرفوا أخي المتتبع بأن لا حديث في العالم الأزرق وخاصة في القنوات ديال اليوتيوب إلا عن سيدي عدي. اتهامات خطيرة ما بين أطراف، اتهامات خطيرة اللي جعلت الحمد لله أن النيابة العامة دخلت على الخط. النيابة العامة أخي المتتبع خويا، لا عافاك أبونا عافاك معنيش الله عافاك. إذن أخي المتتبع، أننا كنتواجدوا وتنوير الرأي العام وباش أننا نوضح الأمور ولا ونصف الجواب جريمة، فكان علينا أننا نكمل الجواب ونشوفوا الطرف الثاني. هاد العائلة اللي من مورانا تيتهمها الرأي العام بأنها كلا ترزق عباد الله في اسم الله سبحانه وتعالى، عائلة قالت لك لا أنا ندير الخير، تبادلوا الاتهامات. عائلة اللي ولات تقربت أن حيت لقيت الأطراف لقيتهم أن كانت عائلة متماسكة وبقدرة قادر، ولات واحد الحرب إخواني اللي خلت اليوتيوبر المغرب أنهم يتبنوا هذه القضية، والجمعية المغربية للإعلام والتواصل والتنمية غادي أنها توقف اليوم، وقناة شوف تيفي هي اللي كانت فجرات آخر حلقة. شكرا للإخوة اللي راهم حاولوا ما من برا أنهم باش يوضحوا للرأي العام، وأنا اليوم جيت ندير معكم يد في يد وكنتواجدوا بالمنطقة ديال سيدي عدي. نحن بعد لحظات غادي تكون مواجهة ما بين هادو هما اللي متهمين الدول ملاير خوتي، أن ما يتداول في سيدي عدي خطير جدا، بأن عائلة كانت عادية بخير وعلى خير، عائلة أنها شوف أنت ليه يلا أوسد ما تقط... إخواني لحظة، لأن احنا شادين العصا من الوسط، أنا ما مع حتى شي طرف. القيبي أشرف الله يعطيك ستر سافدرو معك عافاك. شوف شوف لي شوف انت رقيبي اش وقع ليه يتا. اخواني المتتبعين الكرام، هذا واحد الملف اللي خصنا نشدوا العصا من الوسط، انا ما جاي نناصر حتى شي جهه وما ضد حتى شي جهه، رغم واحد الزلاقات اللي داروها بعض الشباب هنا من المنطقه اللي حاولوا انهم باش يستعملوا بعض المرادفات اللي استنكرتها الجمعيه المغربيه للاعلام، ولكن مادام ان كان واحد الاعتذار ومن الشيم ديال البلاد اننا نقبلوا الاعتذار، الغايه ماشي ان يسبنا شي واحد في الاعراض ديالنا، الغايه اللي بغينا اننا نوضحوا الراي العام اش واقع. السلام عليكم. انت خويا السلام عليكم. اخو السلام ورحمه الله. اللهم لك الحمد. السي حميد سميتك اخويا؟ سمي الحسن العقيد من طرف قناه محبوبه تي في، وجينا الحمد لله ننوروا الراي العام. ومرحبا بالسي حميد ومرحبا بالصحافه ديال شوف تي في كامله، وترحبوا بكم سيدي عدي ان شاء الله يا ربي باش عرفوا كل الحقائق وبكل الاحترام ان شاء الله يا مولانا. بعض الاتهامات راه توجهت لكم خايبه بزاف، لا ما بين حتى الضمير حتى الواحد في الزنقه كي تيشوف كي تيهضر. انا جيت اليوم تقليد عليا، رغم ان بعض العناصر ديالكم شباب ربما طائش او لا تطاول شويه الاعلام، ولكن من بعد ما ان اعتذروا حنا نعتبروها هذيك، ولكن الاعلام خط احمر، من حقنا اننا نجيو ونوقفوا في البير ونحاولوا نوظفوا، لان قال لك مليار، شكون هي مليار؟ ما عطاهاش المجلس الاقليمي، رئيس الحكومه ما عطاهاش لرئيس المجلس الاقليمي ديال افران. صافي معك السي ما وصلش مليار، وانتم مليار، وتنشوف سيدي عدي حاله كارثيه. صافي معك السي. اذا شنو بغيتي تقول؟ غادي تشدوا الميكروفون، انتم اهل مكه وعارفين، لان الناس يقولوا لي لا عيط على محبوبه، عيط على شي سميات، انا راه ما عارفش هذوك السميات. لاننا كنتبع شأن كنت شأن وطني ديال القرقارات وديال هكا، انا كنت نسمع وقع عندكم، ولكن قلت خلي راه كاين الرفاق، ولكن حال الوقت خصنا نشوف واش واقع. مرحبا بالسي حميد. تفضل اش واقع في هذا البير، وغادي نقلعوا البير. نقلعوا البير ان شاء الله يا ربي، كاين السيده غنديروا ان شاء الله يا ربي مواجهه باش يعرفوا كل الحقائق. الامر اخوتي ملي تيتعطى القضاء ما تيبقاوش اشاعات بزاف، ما تيبقاش الانسان غير يجي ويقول قضاء الحمد لله تيام بلي بروف تيام بالوراق، تيشوف شي حاجه اللي هي صحيحه، ما واحد يجي يقول مليار جوج المليار، هذا مليار جوج المليار منين جات؟ الحمد لله كاين القضاء، كلشي محطوط هنايا بكل، الحمد لله عندنا واحد المصداقيه كبيره في القضاء الحمد لله، وبوجهنا احمر، وغنشوفوا حنا هذا البير هذا اللي ديجا هضرنا عليه وديجا حللناه، والحمد لله السي حميد دار واحد المبادره زوينه على انه قدر يواجهنا
مع السيده اللي نفات هادشي نفى كله كلي، والحمد لله ما كاينش المشكل. مرحبا بالسي حميده، مرحبا بالاصدقاء ديال كامل. وهنا اخواني غتردي الكاميرا ليا، وهنا غتوقف هذيك السيده اللي هي قالت لك انها تستغل البير ديال باها ودات في قنوات اعلاميه ودخلوا محسنين وقالوا لهم هاد الناس احنا اللي بنيناه المحسنين، شكرا عاونتونا. عييت اخوتي، هاد المراه هي جالسه قالت لك انا كنتبرا من هاد الهضره، هذا بيربى ما بناوهش كذبوا عليكم. شوفوا هاد المراه، خالتي لاباس بخير هانيه، انا ولدك الكبير دابا. ها مرحبا مرحبا. الله عطيونا الماء، هادشي كاع البير وفي الاخر عندك تقولوا ما كاينش الماء. هذا بير زمزم. ها قاش بير؟ ايوا لا لا ايوا لا. بسم الله. ها الماء، مرحبا بكم عندنا. لا لا، وانتم كتسمعوا الله يعطيكم الستر. سمعوا اش تقول هاد السيده؟ هاد السيده كتقول لك بان هاد البير ديال باها وبانها هي وارث، وبانكم انتم جيتوا وطولتوا على هاد البير وحفرتوه ودوزتوه في القنوات اليوتيوب. كتقول هاد المراه بان عندكم متتبعين حاولتوا باش تستغلوا بها المعاناه ديال ساكنه المغرب العميق، وانكم استغلتوهم وبقيتوا كتعطيو ارقام خاصه ديالكم. كتقول هاد المراه بان اشداكم تقيسوا البير ديال با، وغادي نخليوها باش تاكد الهضره ديالي ونحق الجواب. اخويا تجاوبوا على راسكم. انا نعم خو اللي كاين، ما كاينش هاد السيد هذا، ما كاينش، ما كانش هو هذا خوه، خو الكبير اللي هما كاينين في هذا. قولي له شنو؟ ها هو انت ما كنتيش. انا ما عرفتش علاش تا جاو خوته، كنت نتمنى يجيو. شفتهم كانوا خرجوا في قنوات يقولوا دابا يجيو، وقالوا غادي يحضروا. ما كاينش هذا، ما كاينش، راه الشكل مشحال. ما كاينش هذا، لا لا ما كاينش هذا. غادي نعطيك اخويا، تفضل. لا لا هذا بيربا، هذا كبير با، هذا كون حليتوه تلقاوه قديم ولا تلقاوه جديد. الكذاب فينا غادي يحشم. نعم هضري. بير بيربا ما محفورش، وفينا هو الحفير، غير خرطوه، راه غير حفرتوه. دابا حنا كنطالب ليه الله يرحم ليكم الوالدين خبره، الا تحفر يبان، الا ما تحفرش يبان. هاد البير بيربا رجع دابا في الاحسان، رجع في اليوتيوب، رجع الناس كتصيفط عليه. كيفاش قالوا للناس راح الناس يموتوا ب 14 عافاكم اجيو نبنيو؟ هادي بلاد. قولي اش قال؟ قولي اطلس، راه بلاد الماء ماشي بلاد هذا. في الاول قالوا يصلحوا العلاقه ويديروا بورباس، دقنا في كوارث اخرى، رجعنا في النزاع، رجعت في النزاع على ديالنا بير بيرنا كاملين، رجعنا في النزاع. انت قلتي لي في التصريح ان هاد الناس داروا لي فيديو، داروا لي فيديو، وداروا فيديو تلقوه في اليوتيوب وبقاو تيسعاو به وبقاو في الناس وصحابهم الناس، راه صحاب سيدي عدي تيموتوا بالعطش وصيفطوا لهم بزاف د الملايين وكلاوا. اي يجوا شحال جاو ديال الفلوس الله اعلم. نشوفوا ها انتم سيدي وحنا في البير. السلام عليكم خويا، شكون اللي غيجاوب فيكم؟ مرة راه غير وحده ما نطاكيوهاش. الله يعطيكم الصحه، تفضل. هذه اختي، هذه اختي من با. نعم. والبير ديال الوارثه فيه 90 متر، زدت فيه 6 متر، 3 متر كاريه محسوبه بكا، 3 متر محسوبه بكا. والبير بديناه بالاراده ديالها وبالاراده ديال الوارثه كلها. بالاراده ديالها بالاراده ديال الوارثه. اسمع سيدي، ها 5 متر الاولى. اسمع سيدي دابا انا كنهضر، ها 5 متر الاولى اللي ضيعنا حفرناه بلاصه خويا فوق. هذا خلاه باك ولا بناه ولا محسن؟ خلاه با فيه 9، كملنا عليه، كملنا عليه الخدمه سيدي. ما بغيتش انا نفهم المتتبع، خليه يفهم. مرحبا سيدي، هذا البير فيه 9 متر كان، ياه البير محفور، كان محفور كم مرات، كتزاد فيه شويه كنكسو فيه شويه. فاش بداو هاد الناس بداو ب 9 متر، انا اللي بديتو. فين كنا غنحضروا البير ادريس بعدا؟ ها هو فين بدينا، 5 متر. ها هي قالت لك بديتو من المحسنين الثمن دبير وضربتو هذا. علاش ما درتوش لايف؟ حنا غير كنهضروا، شوف حنا غير كنهضروا. وتا هاد الناس هادو، وتا هاد الناس تنحاول نتحدث، هاد الناس مرحبا مرحبا. وتا هاد الناس هادو ماشي هما اللي قالوا لي احفر البير، البير انا شديتهم من الطاشرون. شتي البير؟ شديتهم من الطاشرون، ماشي الناس اللي جاوا بالزوع عليا باش قالوا لي اجي تخدم هذا البير ولا دير خدمتك. شديت البير من الطاشرون. اسمع سيدي مرحبا، تقول حتى هي كلمتها، حنا ما كنقاطعوهاش، ما كنقاطعوهاش. سيدي الاحترام، ويبقى اللي بغى يوقع. هذه خدمه، هي تهضر على راسها انا نهضر على راسي. سمع نقول لك، مرحبا. انا ما بغيتش الشاهد ديال اليوتيوب، انا بغيت الشهود من سيدي عدي، بغيت هذا البير يتحل، يتعرفوا الحقيقه. تحل هذا البير هذا،
هذا البير هذا البير هذا يتحل يتحل فيه تسعود وزدنا فيه 6 متر وزدنا فيه 6 متر غادي نمشي مزيان الاخ الله يعطيك الستر نتوما قلتوا في واحد الفيديو متداول عبر القنوات ديال اليوتيوب وقلتوا للمحسنين بانكم بنيتوا بير ما قلتوش رممتوه وضح للراي العام الصراحه الراي العام يعني خصو يعرف في الكل في الكل كاين الفيديو كنا هضرنا الصراحه في هذه النقطه ديال اننا خليها تقول لنا باش عرفت هي شنو كاين خالتي خدجومه الحمد لله النقاش راه كله زوين ما عندي باش تحرجي خوت الحمد لله الحقيقه كاين شنو المشكل بتاتا سي حميد شنو قال السي ادريس قالك حفرنا بير في الاول خصنا نشوفوه جديد حفرنا بير عند الاخ رشيد وما خلاناش سمعي غادي يقطع علينا الماء والو غادي نحترموه واحد سيدي بزينا في سيدي غادي نحنا باش النقاش النقاش كل ما كان مكرم كل ما كان مزيان قبل ما نوصل للبير مزيان هكا نعم زيد البير بداوه في واحد الطرف ديال الارض ديال خوها خوتهم كاملين خوها الصراحه شكوا فيه قالوا هذا السيد هذا فيه السكر فيه مرض هي اللي عرضات ها هي تقول الله يمسخك قالت لكم اودي راه اليوم الدنيا وغدا الاخر قالك اودي راه حفرتو عند هذا السيد هذا راه غدا بعد غدا يقطع علينا الماء هو شويه تاي لا حنا لا عندنا ايوا خلينا دابا نهضروا حنا نهضروا خاطر خدتو خذي راحتك حنا ما غنقاطعوك حتى حاجه جيبي الناس جيبي الناس واش هذا البير كنتو كتشربوا فيه بالحق كتشربوا فيه كنتو كتشربوا فيه ادريس حنا كنشربوا فيه يعني الماء كان مكرفص مخوض من الكلاوي المرض المهم دابا الحمد لله كل شيء داك الشيء ولا ناضي حنا على تقليدي تينا ما نصبحش لولادي تينا بولادي حل الشرب عايش فيه با عشنا فيه وعايش فيه الناس راه ما كان خلاص حنا راه ما كانش انت شكون انت شكون انا هو البنا اللي شاد الحضره انت بنا انت شي غنطار منك انت بنا نعم هاد الناس عيطوا لك واش عندك شي قناه في اليوتيوب انت عنده عندك قناه علاش انت كتسب هاد الناس ودخلتي ما تسبهمش ما دخلتيش تسبهم لا ما تسبهمش لا لا تسبهم غير بيا شكايه هضروا الا سميتهم دخلوا لي انا القناه الحرب لا شوف مرحبا الوالدين حتى تهزا حتى الغدا قدام الله تقليد عليك عمرو جهد في وجهك ماشي عيب قسما بالله السي حميد شهادة الله هذه حنا كنا غادي نحفروا ذاك البير ليه ياك هاد المرأة هادي عارضتني قال لك إلا بغيتي تخدم لي ذاك الدار ليه وهادي وهادي وغتغرقنا في هذا راه خوني خويا راه هبيل راه السي راشد راه هبيل راه كذا ها خويا ها خويا هادي راه شهادة الله شهادة الله اسمع يا حميد ها مريض نيت فيها السكر وصافي الراجل بعقلو الراجل بعقلو الراجل بعقلو ما بين ما والو هما اللي هبلوه لا هما اللي هبلوه هما اللي قالك هما اللي هبلوه يا راجل هاك راه حمق مهبلش ياك حفر لنا هنا غرقنا هذا اما حنا شوف راه حطينا الطورنا باش خدموا ليه سمع انا ما مقتنعش بشهادتهم كاملين هذا شي واحد بعد اليوتيوب عافاك سي حميد سي حميد هذه راه شهاده الله نعم انا ذاك القناه اللي ليس سردين مو انا هذه راه شهاده الله امام الله انا عندي الشهاده انا راه من جهاد الحق انا راه من جهاد الحق انا اللي خدمت هنا قسما بالله الا جبت الخدامه باش نخدم لها وعارضتني قالك غتخدم لها هي وراجلها وولدها شوف ابغى نسولك اخاك وزايدين لا غير كبير هذا كل فيه الماء علاش غادي يجيبوا الماء في السيترنا من الواد علاش تجيبوا السيترنا من الواد ما جبتوش السيتيرنا جبتو السيتيرنا فين كاين السيتيرنا غير خصك تعرف فيه الماء خصك تعبد علي باش بنيت انا علاش جبتو السيتيرنا علاش جبتو السيتيرنا من الواد باش درت الدالة انتوما حيت درتو السيتيرنا درتو الفيديو تبينوا لنا شحالكم كاين الله كاين الله تسمع عطي واحد السؤال هادي نسيبها ديالي غير اسمع عطي واحد السؤال عطي واحد السؤال وشوف شطر ربيع حميد ما ترضاش به علاش هادي امين ما هضرتش اش خالتي خرجوا غير بشويه عليك غير بشويه وعلاش دخلنا لك الماء للدار وما هضرتيش هاكي هذا هو السي حميد شوف شوف والله غير الكلمه تتبدل ما خصنيش راه انا عاود راه الضغط عاد كنتسنى اللي غادي يهضر جاوبي على كنتسنى اللي غادي يهضر يبين الناس الحقيقه ديال الكذوب ما كاينش القناه القناه ديالهم هما كلشي مستغلينهم كلشي كيهضر على هضرتهم غادي نحاولوا نستمروا السي حميد واحد السؤال نعم نشوف السؤال شنو السؤال المحبوبه قالت لنا البير غادي تحفر في واحد القريه اللي فيها الناس ولكن دابا حنا تنشوفوا غير نسابها اللي كاينين هنا مستافدين وحنا صيفطنا الفلوس على اساس القرية كاملة قالك شفنا انهم مستافدين انهم هي من وحدة اللي عطاو قالت لك انا قالت لك قلت انها دي تستافد القرية عطات على باها هي كاينة في اسبانيا
شي وحده في اسبانيا مساهمه غادي نقدروا غادي نقدروا باش نهرو. تقدر تقدر زعما بكل جرأه تقول لي شحال توصلتوا للمساعدات؟ غادي نمشيو نشوفوا هذا الشيء بشحال كاع علاش وصل لي انا تنشوفوا هذا الشيء غادي وتي نشوفوا هذه المساعدات بشحال، لان قالوا لك سيدي الناس في الشارع وصلت سيدي عدي المليار. خلي خلي حميد هذا ماشي مشكل. غادي نقول لكم الله يرضي عليكم اجي نهضر معك شريف شريف الله يرضي عليك شريف الله يرضي عليك. كاين كاين واحد فوتوكوبي عطاها الزروالي فيها 120 مليون توصل واحد فيكم. هذيك ماشي علينا هذيك هذيك ماشي انت غادي غاطي في واحد الامر غلط. وضحوا لي شنو هنا عافاك ماشي غلط. انا خصني نوضح لعطيكم. سمع سمع نقول لك يعني دابا حنا ما بقاوش نجيبوا الهضره ديال الشارع باش نكونوا واضحين. وضحوا انا دابا ما نهضر معاك واه نهضر معاك اشرح لك بطريقتي انا حبيبي اسمع انا تنقول لك اش يقول الشارع. ماشي اش يقول الشارع الشارع انا هي اللي كتهمني. غايهمك اش يقول القضاء هو تيعطيك لي بلوي. في الاخر انا نقول لك حميد انا وك حميد عطاتك مليار. نعم شنو غايتقول في هذه القضيه؟ شنو؟ عطاتك مليار انا شنو غاتقول؟ ايوا تينا ما عرفتش الشارع هما قالوا في الشارع نوضحوا لنا والقضاء اللي غيوضح الحقيقه والقضاء عنده تيقلب في الكون والقضاء اللي غيوضح. انا غنقول لك مليار ونقول لك مليون شنو باش تيق؟ واش ان ما تقدروش تقولوا لنا مش ما نقدروش نقولوا لك. والقضاء غيجيب لك لي بروغرام طالبين بالتحويلات الماليه وغيتحط كلشي في النقاط كلشي غيتحط قدامك. خليوها سريه ما تقولوا ليش سريه معليش وماشي سريه ماشي سريه. القضاء غادي يجي غيحط لك داكشي في الاوراق. نعم اخويا اني باش واخا نقول انا الهضره ديالي انا نقولتني غير 2 مليون. نعم ربما تكون الهضره ديالي لان شكون اللي جعل العافيه في هذه المراه؟ وانا نهضر معاك نيشان قال لك اسيدي وهذه المراه هذه القضاء غيعطيها حقها. المراه القضاء غيعطيها حقها وحنا في القضاء علاش نبقاو عاد نتغاوتوا والقضاء شد الدوسي والاراده بكلشي. انتم في اليوتيوب نهار نهار تشدوا هذا الملف تلقوا من اليوتيوب والقضاء شد الوقت. القضاء شد الوقت ديالو اليوتيوب تيهضر غير عليكم وانتم القضاء شد الوقت ديالو. واش حنا غنزربوا القضاء؟ القضاء ديال خدمته اش غنديروا؟ ها واشنو كديروا في اليوتيوب؟ خدموا روتينات يوميه كتشدوا هاد الهضره هادي. لا لا حرب هنا ما يضرش. لا 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 الحرب 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 اسمع اسمع الحرب دايرينها غير اللي باغي يطلع شي قناه. انتوما شنو قالوا لكم في الاول؟ قالوا لكم ممنوع دخل لكم دخلوا سيدي عدي قالوا ولا ما قالوا؟ احنا جينا هو لا خليه يهضر. واش هضر معك شي واحد؟ لا انا تنستغرب فينا هما هذوك. ايوا قولها له فينا هما هذوك الدراري اللي كانوا تيخرجوا في اليوتيوب. انا قلتها لهم قلت لهم اسيدي زبيتوني ماشي مشكل. انا الغايه ان المغاربه يعرفوا اش واقع في سيدي عدي والغياب ديال هاد الناس راه تيعطي شحال من تساؤل. ما تنزلت على شي واحد. نعم اسمع الله يعطيكم الستر. هاك خويا قال لك اسيدي انتوما بنيتو الى عايرك شي واحد. هاك اخويا شوف الى عايرك شي واحد انا ما تنعرفش شكون. الا قال لك شي كلام هكذا هذاك غير باش يزيد باش يزيد يخنق الامور فهمتي. هذوك هي بحال كي بحال كتبرؤوا انتوما من هذيك الهضره اللي قال لك لا واش حنا غنقول واش حنا غادي واحد جاي باش يوضح للناس اشنو واقع هنايا نبقى نعايرو حنايا. واش راه العزوزي انا من ايطاليا صيفط 7 المليون على هاد البير باش يكون بسميتي بوحدي ولا الناس ديال الدوار ماشي القناه والعائلة القناه. ولا واش يقول دابا 14 معروفه واش كونت هذاك ولا فو كونت؟ هاد الهضره كتنكرها صافي ماشي مشكله. شوف القضاء هو اللي غايقول. القضاء اخويا حميد الله يرضي عليك الله يرضي عليك. شوف نقول لك القضاء نحترموه. القضاء بزز عليك وعليا وعلى هاد الناس انه غادي يضرب عصامين حديد. عصامين حديد ليش انا عارفك دابا غيطلع واحد دابا غيطلع واحد غيقول لك صيفطك 36 مليون شنو غتقول في نظرك؟ نفي لا ايوا صافي اش غنقول؟ اذا لا هاد السيده اللي كتقول في التعليق واش غير اللي قال في التعليق غادي يقول عافاك؟ لا اذا شي سبعه شحال قالت هاد البنت؟ هادي من ايطاليا قالت لك صيفطت على اساس بايت 7 مليون بوشرى العزوزي. لا بوشرى لا بوشرى لا بوشرى هاد الناس تينفيو هاد الهضره وتيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. وإلا عندك ما يثبت لا بشرى تواصلي معنا في الخاص أو لا صيفطي لنا. الغاية من هذا الشيء أننا ننوروا الرأي العام أش واقع في سيدي عدي. هاد الناس كيتبرؤوا من ما قاله جو واحد جوج الأشخاص وهما في واحد الحالة غير عادية حينما قاموا بمهاجمة السلطة الرابعة في البلاد وهددوا بالقتل، ولكن أنهم اعتذروا فورها لأن الناس ديال سيدي عدي كاين احترام متبادل لغاية أن يخوب صوادو يا سيدي عدي. يخوب صوادو سيدي عدي مازال مازال تنذكروا الموت ديال خالتي زهرة مسكينة اللي كانت مات في القنطرة في مسيرة تحت الشمس باش يوصلوا لعيالات المطالب ديالهم. كاين قنوات هنا اللي قلت الحمد لله ولات قوة إعلامية اللي يستمروها في أشخاص ويعطيوا رسائل لهاد الحكومة اللي ما بغاش كاع دير عقلها. هذا هو الشعب وراه متبع تما ونعطيو رسائل ونقولوا واش واقع هنا أشنو خاصنا في سيدي عدي. ولكن سيدي عدي هي وصلت
وصلت هو تبدا الحرب ما بين عائلات. حيت جيت نقلب لقيت بان ما بين دار ودار قناه يوتيوب. الا ما قلت في كل دار كاين قناه اليوتيوب. شكرا لك سي حامد. سي حامد الله يجزيك بخير. سي حامد الله يجزيك بخير. ماشي غير البير اللي كاين، كاين الشاطو، كاين السقايات، كاين كاين كاين. ما بغيتوش تقولوا لنا شحال نتحاسبوا معاكم. نتحاسبوا مع القضاء. القضاء اللي غايقول لك شحال ديال البيار اللي درتو. وكاين فيديو قلتوا شديتوا فيه 50 مليون ولا 77 مليون. اذا شحال البير؟ 11 مليون البير. والقضاء دابا الهضره ديال الشاري انا ما تنبغيهاش. انا هضره الشاري والهضره يا حامد. راه الشعب بغاه. حامد والمحسنين اللي كاينين. والمحسنين اصاحبي بانوا. وراه كاين قضاء. وكاين حساب خويا. وكاين حساب. ودابا حامد دابا الا غوت لك انا، الا غوت لك انا وكتكسبت لك 50 مليون، ما الغايه في ذلك؟ لا ايوه لا. شنو شكون اللي غيصحح؟ انا قلت لك لا وانا قلت لك لا. عنده قائله، عنده قناه في اليوتيوب. ما عندوش قناه. نشوفوا اتصال هاتفي ماشي مشكل. السلام عليكم. دير هذا البارلو. سلام سي العقاوي وتحياتي لك وتحياتي لقناه شوف تي في. راك على المباشر. الاسم والصفه ديالك؟ رضوان في ايطاليا. رضوان انت من ايطاليا؟ نشوفوا الانديكاتيف السي رضوان هذا. السي رضوان هو هذاك. سير اسيدي. انا السؤال عندي، انتم دابا كتقولوا هاد 60 مليون 100 مليون ما شفتوش الناس اللي قال السي رضوان. رضوان رضوان الشارع اللي تيقول ديك الثومه ما كايناش. هادشي اللي كنقول لك انا السي العقاوي. نعم كنقول لك انا، راه الشارع كيقول هادشي، كيقول بفمه، كيقول لك ربح 400 مليون المغرب. كيقول لك اسيدي بانه راه بغيت القريه النموذجيه ب 700 مليون. فين هي القريه النموذجيه؟ هادشي تقال في قنوات، هادشي تقال في قنوات ديال سيدي عدي. لا 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 لا، تقال في قنوات، قنوات سيدي عدي متابع. حنا ما كنا كنعرفو سيدي عدي. اها. سميتو اللي كنقول لك السي العقاوي. نعم اخويا. سيدي عدي والله كيبان. نعم. ونتمناك ما تقطع حتى شي حاجه من الكلام اللي كنقول السي العقاوي. راك على المباشر. ايوا هادشي اللي كنقول لك انايا. كاين شي واحد عنده الصفه ديال الاحسان العمومي؟ هيو هالقرطاسه الاولى يجاوب كلشي، كلشي هادو ديال المغرب يجاوبوني على هذا السؤال. لا يحق لاي مواطن مهما كانت النوعيه ديالو انه يدير احدى الارقام الخاصه. ميساج هنايا النيابه العامه غادي خدمتها ان شاء الله. شكرا سي حامد. شكرا الله يرحم الوالدين. الو واش تما في الطاليان تقدر اسمع عفاك، واش تما في الطاليان تقدر انت تمشي عند واحد فيه حبوبه في الرجل وتبقى تباكى انت وياه وتقول لهم شوفوا مسكين، وحتى الناس بدا يتباكاو معاك وتقول لهم ها رقمي اللي بغى يعاونو يصيفط ليا؟ اش من حق عندك؟ اش من صفه؟ واش فهمتي؟ هذا هو الكلام اللي بغينا نوصله السي العقاوي، وهذا هو الكلام اللي بغينا حنايا يوصل للراي العام. اش من صفه بنادم كي راه ماشي راه بزاف راه بزاف. ودخلنا على كبر الله السعايا ولا تفسد برشار السعايا ولا تطلع المباشره صاحبي شبهوا بينا صاحبي. برافو 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 برافو. شحية الجالية. واللي بقى فيا ان في زمان كورونا انا شفت مجموعة الجمعيات اللي مقننة، وشفت شحال الشلاب يستغلوا كورونا واستغلوا الانسانية ديال الجالية، والجالية صيفطات الملايين. انا لا انا اعمم هنا ما تنقول سيدي عدي. سؤال اخر سي العقاوي اللي كان ممكن اسمح لي، واش دخلنا عنك بالله قناة كتجيب 500 الف ديال الليبي في النهار 400 الف 300 الف؟ نعم. واش هادي عندو الناس يسعوا بها ويقول لهم عاونوهم في العلم؟ راه تتعطيه القناة تخلص ديك جوج دريات القناة ويقنع. واش دابا دخل؟ لا بغيت انا الجواب من الرأي العام كامل يجاوب على هذا السؤال. واش واحد كيدخل في القناة ديالو وكيقول لي ما عندوش باش يشتري العلم؟ برافو. شنو الكلام هذا؟ برافو. فين وصلوا فين وصلوا هاد الناس؟ برافو برافو. شكرا انت لهذا الشاب اللي دوزك ليا. شو الاسم الكريم قلتي؟ وتحيه للجاليه وسلم على الاخوان تما في الجاليه. الله يجمع الشمل الله يجمع الشمل. سير رضوان من ايطاليا هو تيقول واحد السؤال، تيقول لك فينا هو استاذي؟ اجي يا استاذ. لان الغياب ديال الاطراف الاخرين ما عرفتش علاش غابوا. بعض الاتهامات خطيره كيوجههم الحكومه الزروالي عبر مباشر على قناه شوف تي في. شنو هما الاتهامات اللي تيوجه السي زروان؟ تبعتي الله يرضي عليك وراكم دي يوتيوب. لا بغيت نعرف انا السؤال باش نجاوب انحيده. ما شتيش داك اللقاء. من بين الاسئله اللي ديال السي زروالي او عطي الميكرو للزميله. السؤال ديال سوريا. انت
ياك علاش رفضتوا تعطوا لخويا الذهب؟ اش نقول لك؟ وعلاش رفضتوا تردوا تكاشطوا هذا؟ دابا بالله عليكم، بالله عليكم دابا جاوبوني غير واحد السؤال. دابا انا نعطيك انا واحد القضيه، دابا شوفي خويا العزيز يشد السمير غير هضر اخويا على واحد. تعاني من السرطان قالت لك ما عندهاش الامكانيات باش تدخل البلاد، قالت لك هي ساهمت بواحد كان عندها واحد مفهوم اخر. قالت لك فعلا ساهمت وبغيت صدقه نعطيها. دابا غادي نقول سؤال قال لك علاش ما بغيتوش تردوا لها الفلوس؟ دابا غادي نعطيك سؤال. دابا سمعي اودويات هما باش نهضر مرتاح الله يسهل عليك. الاخت توريا تنوجه لها واحد الشكر كبير الصراحه، دارت واحد الخير اللي تلقاها خدام الله سبحانه وتعالى. والاتهامات اللي وصلوا ليها هي ان الزوجه ديالي تيقولوا بلي عندها واحد الارث كبير، وكانت قالتو الاخت ديالها واش عندكم شي ارث فري كبير ولا الارث ديالكم كله مازال مجلي؟ قولي الصراحة. لا هضروا فيه؟ هضروا فيه حيت خليني دابا نكمل هضرتي. خليني دابا غير نكمل غير هضرتي. ما كتهضر الأخت مع صبية. سمع عرفتوا تهضروا في الفيديو يا طلبوا ولكن حقوق ما كتلبوش. هضروا فيكم وغتلقاوه، اللي قلب على حقه كيلقاه، كيما لقيتوا الفيديوهات ولقيتوا فلوس المحسنين تلقاو حقكم، قلبوا عليه، ما تسناوش أنا نجي لكم. سمعت السؤال. صافي تفضل. غير أنا نسول دريس. دابا الأخت توريا وصلوا ليها باللي أنتوما عندكم واحد الورد كبير لاباس عليكم بهذا المفهوم هذا. خويا انا نقول لك الورد ديالنا هنا كله مشاكل. كله حسد، ماشي ورد اللي عندنا. عندنا الملال. المال اجي اخويا اعطيني هذا الورد. انا كنتعشى فوق الطبله فوق الصندوق ديال التفاح انا وولادي. اعطوني هذا الورد تقسموا لي يا عباد الله. اعطوني هذا الورق ديال الطراب هذه. السبب اخويا باش شفتي مداك كبير لهنايا. خويا السبب باش نقول لك راه كنا خدامين تما. اهضروا عليه. كنا خدامين اخويا. ما تسناونيش انا بالعكاز نهضر على رجال بالشلاخم. شي كيهضر في الشهاده مقلوبه. شي كيهضر في التوفيق. شي كيهضر في اليوتيوب ونجريكم انا في الحق. انا ما كنجيش في الحق بدي الرجال. انتوما رجال هضروا عليه. حتى لو جيبوا لي حقي هضروا عليه. انا غادي نشوفوا ربما لان اخواني وراء الستار كان هذا كان الولد ديالها انه الح علينا انه ما يبانش في الكاميرا لان قال لك لا يتواجد هنا وبانه كان بعيد وتبع هذا الشيء وبانه حتى هو شاف جدو البير ديال جدو تيقولوا في القنوات راه بناه الاحسان العمومي. قال لك وجيت حتى انا بكل حرقه وربما من اللي شاف مو دخلات في الحوار الله يسمح لنا. بغيت نسول السلام عليكم ورحمه الله. عافاك بغيت نسول دريس الخال ديالي واحتراماتي ليك. فين دريس؟ عافاك اجي قرب له عافاك. هما كانوا حاضرين معايا في المحكمه وانا كنت كنجيني مع الوالده. واش كاين بير داخل الدلاله بادي ب 45 مليون خبرك هذه؟ كيفاش؟ بير الارض باديه بالدلاله في المحكمه 45 مليون. فينا هي الارض؟ باديه ب 45 باديه فينا هي عندي نسخه الحكم كاينه نسخه الحكم 13 العام بقى 13 العام باش ما تخلطش واخا التنفيذ ما تخلطش حتى باش نتعشى. سمع 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 انا ما بغيتش. سمع لي سمع لي كاين التنفيذ انتم ما بغيتيش تنفذوا تبعتوا الفلوس. سمع لي سمع 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 خليني نهضر خليني نهضر الله يهدي. شوف الله يهدي التنفيذ التنفيذ التنفيذ. شوف انتم ما بغيتيش تنفذوا لقيتوا الفلوس ديال فابور لقيتو الناس كيوكلوكم كاينه بقعه. بلاتي بلاتي استاذي 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 كاينه بقعه كاينه بقعه اخرى كاينه بقعه كاينه بقعه اخرى باديه ب 5 مليون حتى هي في الدلاله 5 مليون ونص. كاين فداد اخرين اتصل بيا العموم ديالهم العم ديالهم قال لي رحمه يدين جمع لي الورقه. بغيت تثبت هذا السيد بان راه كاين ورط وكاين فلوس عند هذه العائله ولكن هذا السيد تيقول لك مازال هذا الشيء واخا خلى جدنا بزاف خلى بابانا مازالين في المحكمه لا نشكك في القضاء. غادي الارث ديالنا خويا. شوف اذا غادي نرجعوا للموضوع الثاني الله يعطيكم الستر. انا من هذا المنبر لان البرنامج اليوم غادي ننتهيوه هنايا ولكن لا زلت اؤكد للراي العام ان الكل وتا المتتبعين تيقولوا فين مشاو هاد الجوج ديال هادوك الشباب اللي كانوا تيهددوا الا دخلنا لهنا. والبارح خرجوا بخرجات اعلاميه وقال لك بانهم غادي يجيو. الارض عليك كاين فيديو. سمعتي الفيديو؟ سمعتي الفيديو؟ مرحبا بك عندنا سيدي. مرحبا بك عندنا. انتوما الغياب الاخرين فينا هو. مرحبا بك عندنا. شوف غير دخان غير دخان. نعم هذاك غير دخان. الاوباش كما كنقولوا ما كاين والو. الاوباش سيدي راه حنا حنا في دوله ديال الحق والقانون. حنا في دوله عندها المخزن ديالها. انا لا شوف سيدي كنعرف كان في مريرت ما كاينش غادي يقد يقول للسي حميد ما يدخلش لسيدي عدي ولا ما تسالش. سمعتي ذاك الفيديو؟ سمعت ولكن ما كاينش غادي يقدر يقولها. فين جاك ذاك الفيديو؟ ما عجبناش. ما عجبناش حنا الهضره اللي تقال في حقك ما تعجبناش. لا ما تعجبناش. وبقى فيك الحال هذا الشيء اللي واقع في سيدي عدي؟ بقى فينا الحق بقى فينا الحال. علاش هاد الناس نايضين لهاد البلبله الخاويه وتعايرنا شي في هاد الشيء تعايرنا حنا وتمسات الكرامه ديالنا وديال ولادنا. هي انا
من ضمن هذوك العيالات، انا من ضمن هذوك العيالات، انا مزوجه وبراجلي وبولادي وبحفايدي وتهانت في كرامتي. وقالوا لي الشيخه وقالوا لي كنحفر المقابر وكنجبد، قال كندير في التلبيه والطعام. يلا انا من ضمن دوك الناس، هادو راه غير الناس اللي راهم مهوال وراه ما عندهمش العقل، ولكن لو كان بنادم كيجي وضربك في وجهك مباشره غادي تقتلو لا تموت، ولكن كيهضر غير من ورا الظهر. كي جاتك حيت قالوا الشيخ خاف وشوف قدام وضرني انا شي انا شديته، واش انا شديته لو كان ماشي السلطه اللي حيدته ليا من يديا نقتلو لا نموت. انا كنقولها الشارع شديته نقتلو لا نموت. على كلمة ديال الحق انا راه ما عارفش بالضبط اخواني، انا على كلمة وحدة قلتها، انا تنتمنى يبانو هاد الدراري ويجاوبوا. شوف سي حميد راك فوق الراس تاج معزز مكرم، وجيتي باش تعرف راك معزز. حاس بها وعرفت بها ان راني عرفت علاش انا عيطت لك على الولد. اييه انا هو الدري اللي عيطت له دا سي حميد. حاله ديك الحاله مثلا اللي بقى هو قال السكره ما تيعاود الدري تيعاود، راه واحد الدري غادي يتكلف له بشي نعم. سي العقاوي دخل اخرى من واحد السيده عافاك بغات تهضر معاه. الا ما عندهاش اليوتيوب باش نبقى انا لا والو. الو واه واحد بغى يهضر شنو بغيتي؟ الو المداخله حميد بعدا واه الو السلام لالا دوز اخويا دوز. السلام عليكم اخويا، احتراماتي ليك رجل نزيه الرجل الشجاع اللي كنشوفوه كيطلع لاعلى الجبال اللي كيشوف لينا الحقائق ديال هذا المغرب. كنحييك كنحييك بعد واحد التحيه كبيره من الارض من الجاليه المغربيه خويا العقاوي. نعم. شكرا بزاف، شكرا انك قدرتي توصل لنا لواحد الحقيقه وتورينا واحد الحقيقه قريبه. كنشكرك بزاف وانت تكون ديما رجل شجاع. شكرا لالا وبنت بلادي وتنفتخر بكم حتى انتم كجاليه، وشكرا للانسانيه ديالكم. وللاسف الشديد مش حال من واحد وتنعرف تماره اللي تما دابا مع هذه الازمه وكتلقى بنت مسكينه خدامه وتصيفط 50 يورو، راه تنعرف بان يومين ديال تماره في الميناج هذيك، وكتشوف حاله انسانيه هنا وكتحاول مسكينه وتمشي لويستر يونيو ولا وتمشي وتصيفط، وفي الاخر تسمع بان تما النصب عليها. ماشي حشومه ان يفشلوا حتى هذه الانسانيه اللي مازال فيكم. من الناس الجاليه، حنا الناس الجاليه والناس المتتابعين متشرف ما تكتبش نهضر بالعربيه، بغيت نهضر بالعربيه باش يعرفوا حيت حنا عرب الناس يعرفوا العربيه. نعم خويا العقاوي الرجل الشجاع. نعم اللي طلعتي الجبال وطلعتي كثر الحوايج ورتنا الحقائق. عافاك الله. حنا متتبعين الاوفياء ديال ديك القناه المحبوبه، والله متتبعين اوفياء، وحنا الناس الجاليه بقى فينا الحال صراحة. وإنما أنت كما كتقول إنسان محايد ماشي مع هالطرف وماشي مع هالطرف، سمح لي على وجهة زعما النظر ديالي. نعم. الله يجازيكم بخير أستاذي المحترم. نعم لله أختي أستاذي نعم. المحترم نعم. أنا واحد النقطة باش تكون كتشيروا لي هذا براني في اللايف ديالكم، وأنا عندي شامل ما نقولش المنطقة، عندي واحد لافير وعندي واحد الفيرما وعندي واحد البير اللي كيقولوا كما كتعرف واحد البئر اللي جايف، عرفتي كيفاش؟ بئر كان قديم واللي مع المدة ولا كيقولوا له بئر جايف. ها؟ سمعتي خويا معايا في الخط؟ نعم نعم. نهار بغيت نصايبو، نهار بغيت نصايب ذاك البئر، اتصلت بعض الناس انا مع كورونا وما يمكنليش نلتحق بارض الوطن ديالنا الحبيب. نعم. بغيت نصايب ذاك البئر وعلى اساس ان زعما يستافدوا منه ديال الدوار وداك الشيء، الوالدين ديالي كيقولوا لي راه البئر راه المنقص. نعم. بغينا نديروا صداقات. نعم. انا السيد اللي خدم لي البير خدموا لي اقسم بالله ب 12 مليون مغربيه. نعم وعطاك ما يثبت. لا وكان البير كان داك البير عندي في الشمال، كان داك البير انه كانوا كيشربوا من الناس كان في الاصل. نعم. كان ولي المده جات ما بقاش داك البير. نعم. يعني ما بقاش كيعطي. نعم 12 مليون. وهذاك المحسن الاداد انت كمحسنه اختي عافاك، انت كمحسنه وهذاك السيد. نعم انا ماشي محسن، انا صيفطت الوالدين ديالي، انا حسنت بداك الناس ديال مزيان. اييه وكان هو وباباك توصل بالفاكتورات ديال مش حال طاح البير ولا غير قال له طاح ب 11 شنط. لا 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 الوالد ديالي خدا السلعه وخدا داك الشيء باش قال لي شي قوات باش تصفوا الماء الدوار، لان الناس كانوا كيدخلوا وكانت كتمشي لي شويه الفلاحه وداك الشيء. برافو. انا غير النقطه ديالك اخويا المحترم الشجاع. حنا شوف ما بغيناش الامل ديالنا، ما بغيناش شي حاجه اخرى بير اخر كاع. بغينا محبوبات تبقى لنا في القلب، بغيناك توصل لنا الحقيقه اخي الحقاوي، توصل لنا الجالية. شكرا لالا، شكرا اختي العزيزه. انا محايد وانا شخصيا
البير واخا كاين البير كما قالت الاخت الله يجازيها بخير انا معاكم في اللايف. نعم. البير كيكون البير ولكن راه ملي كيبغي تصلح مع المده وتفرق الماء على الدواوير نتمنى. نعم. تعرفوا عربيتي راه كيحتاج فلوس كبيره اخي انت راك عارف وفاهم. نعم. وانا ندخل عندك الخاص وندير معك مع الوالد ديالي وتشوف الفيرما ديالي وتشوف المسائل ديالي وتشوف داكشي. انا الوالد هو اللي تكلف ليا قال لي ابنتي انا شريت سلعه غاليه وشي غالي. مازال مازال غادي نتواصل مع شوف تعطيها الرقم ديالي الخاص. مرحبا. هيا هو دي يعطيك الرقم ديالي الخاص واعطيني انا هذا الملف. تعاونتوا مع الجاليات شكرا حنايا راه ناس جليله جاليه بغينا نعرفوا الحقيقه. داك امي حليمه حنايا امي حليمه ولا حليمه كنبغيوها بغينا الحقيقه الله يجازيكم بخير. اذا فهو دائما من الشكر. لا لا الله يحفظك اختي العزيزه ميرسي وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر. تحيه لك لاله وصلت الرساله ديالك. لازلنا الاخوان الكرام راه ماشي على هذا البير كتهضرات السيده هذه محسنه مسكينه انك تعاود ودائما في اطار استغلال وتداعيات الاحسان العمومي. انا نشوف انا على هذا البير تهجموا على داري كاينين فيهم الناس نيت اللي كاينين هنا باش كنكلكم الناس ديال اليوتيوب الناس ديال اللي كيشدوا الاحسان ما يشهد عليا حد ما يهدر حد على ديالنا راه تعرضت للهجم. ها هو الولد اللي تهجموا عليه 25 حد ها هو هذا اليوتيوب لا ولدي اللي ربيته هذه مربياني لا ولدي ربيته هذا ولدي ربيته هذه المرأة غير مربياني يا سيدي. نعم مربياني ملي كنت عمري شهرين كاينه امي اللي ولداني هاد الناس كامل كيعرفوا كاع اللي شهدوا واللي من لقاناش محبوبه وكل شيء شهد شهادة الله واش يحكموا ولا ما يحكموش. انت اخو ادريس واش هاد المرأة مربياني ولا ولداني؟ مربيه كابر معاكم ولا لا؟ كابر معنا. السلام عليكم بلا ما نبقاو نسمي واحد بواحد تهجمتوا عليه جيتوا ديك النهار تهجمتوا الا ما كانش شكون 26 واحد عليه في الدار تتحدى شي واحد يجاوبني دابا سطامي نهضر معاهم وهما يحكموا عليا كنتحدى شي واحد يقول لي لا ما جاتش 26 واحد لا قليله هي هجم عليا نوريك سيكاتريس ولا بلاش ديال الضرابي ها نوريكم السيكاتريسات ولا نوريكم الباب اللي مفروع ها عرفت هادشي بكل احترام وبكل الا جيت ندعي ولا غادي يهضروا بزاف مول الهضره كاينه والسكات حسن وكنوكلوا الله لكل واحد صافي ها هو ده حمزه كان حاضر انت حاضر ونكمل غير هضرتي اللي جاتك بخير شهاده الله خليني نكمل شي حاجه وحده اللي فكتني الجنويه في يدي لقيتها قسما فمي بالله محطوطه هزيتها خرجت وتشديتو النت عاطا جنويه باش وقفت هما 26 واحد الدايره هنايا هادشي كاع على هاد اليوتيوب هادشي يا سيدي باش نزيد نقول ليك باش نزيد نبين ليك كنتبو شوف الراجل اللي جا خليني نكمل كنتبو وحدي ها داكشي اللي بغيت نفهم ها خويا صلاح خويا خويا كلكم المهم ياك ها اسمع على تقليدك انت خليني نكمل كنتبو وحدي راه جايين عند الاخ ديالي وعند هاد الشيبانيه هادي اللي كتشوف ياك ما لقاوش حتى واحد خلينا امي نهضر صافي هكا هضر صافي هضر صافي انا قلب صافي صافي جعرك صافي صافي الحمد لله هضر اخويا انت كشايف نعاود لكم مرحبا اخي سالي سالي بعدا مع سميتو قال لك ديك السيكاتريس كانت فيك انت قدام زديمه انت في سيدي عدي انا لا هادو قال لك السيكاتريس الا كانت فيك شكون اللي قالها لا لا انت اجي جيت تفضل عندي قدامي وهضر معايا لا لا تفضل قدامي وهضر معايا درويش الله يعمر الدار ما تكذبوش عليه ما تكذبش هاد السيكاتريس فيا لا هو غير كمل الهضره اللي قلتي السيد قدام الكاميرا ونهضروا ما تكذبوش ها هي هادي ها هي هادي اخويا الحسن هادي ماشي تحتي هادي ود الركابي وريها لنا وريها لنا ها هي مادو اصاحبي ها هما ها هما حاضر انا كلو هادي هادي سيكاتريس ايوا طيحتوني الباب مفروع اصاحبي ما طيحتينيش على رقم ما تمشيش انت اسمح لي بكل احترام غير اسمح لي الله يرحم الوالد لا لا غير جاوبني واش هاد الولد اللي كيتابل واش هاد الولد اللي كيتابل لا سيكاتريس ديال 10 سنين دابا غادي نتعبوا الميكرامات ليكم شاد شاد هذا شاهد اجي انت شاهد اسمعني نهضر معاك العواشر هادو راه المغاربه تيجوبوا فيك على تقليد اسمع وخلينا نهضر اسمعني انا نسول انا نسول وجاوبني خدمت 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 خدمت
الحال كنديروا لنا فتنه دعيناكم الله يا دعيتكم الله ورجعنا برتكسنا كنا فتنه جاب الارض عليك انت واش بصح هاد الناس على هذا اليوتيوب والاحسان العموم وسط الجنوه انا كنداب اسمع اسمع بشعت ما نعرفش قال خويا عبد العالي غير وجه الله وليدات انت خويا دري ما عمرش هضر قرب عافاك وهضر خليهم يعطوني الكلمه فاش الكلمه الميكرو عندك بالهضره خليوني ساكت باش غادي نقول لكم انا كنت حاضر داك النهار كنت حاضر نعاود لكم من اتالزي شنو وقع كنا جالسين في سيدي عدي خدام في الصالون المحبوبه وسيدي عدي كامله كتعرف هاد الهضره هادي الدار ديال رشيد والدار ديال دريس والدار ديال حفصه تنشوفها من التحت يعني الا كان عندك تليفون زايد في لي زوبسيون غدير كاميرا غتزومي غايقول لك شكون اللي واقف هنايا اش وقع اش وقع انا نقول لك شنو وقع نعرفاش جا خونا اللي تنسميو حنا شي خط الاطلس الصعصع جاو دوك الرباعه ديالو هجمو لا بلاتي خلوني لا لا اسمع دابا واش انا بغيت نشوف الشرك لا خالتي فاطمه وخليوني نهضر وخليوني نهضر صور ديك ديك بنتك في البلاد مثلا شنو ما تشوفوهاش في البلاد مثلا شنو ما انت كتقولي فرشتي وعلاش كتقولي فين عندك صرو وعلاش تصور ديك عاد الحق عاد الحق فهمت محفر ما نحفرش محفر ما نحفرش على تقليدك شاورتك شاورتك شاهد شاورتك على تقليدك وهاد العواشر على تقليدك على تقليدك ما نهدرش معاك غير غير احسن العموم هذا ما ايسر هذا وما اعطاه اخواني كاين ضحايا كما تيقولوا هاد الشباب اجي هنا شكون اللي غادي يرجع في المره اخرى غادي بالرجلي لا رضي عليك تحت المخرب من الميكرو عفاك سيدي وشاورتها قالت لي ما تفرجوش عند رشيد علاش هاد الدلمه خذ يدنا علاش قليدي وهاد العواشر علاش قليدي وهاد العواشر هادشي اللي كاين قالت لي ما تفرجوش عند رشيد اذا اخواني هاد الشيء شوف الاحسان المحسنين ولاو حايرين واش داروا جنايه ولا داروا درب مع الله ان هاد الشيء كامل اخواني كنت نتمنى الناس سيدي عدي انهم هذا هو الطمع طمع فين وصل هنا في سيدي عدي سيدي عدي ولات عاصمة ديال اليوتيوب سيدي عدي يا عالم أن من العيب والعار من العيب والعار من العيب والعار اليوتيوب والفلوس من العيب حشومة عنكرتي با وانكرتي الحياة ما خلنا والو با خلنا العذاب شوف فين وصلوا أن المحسنين كي غادي يكون الحالة ديالهم دابا وما تيشوفوا هاد الشيء أن المحسنين داروا واحد الخير بينهم وبين الله أن من العيب والعار وحنا في هاد الأجواء عائلة بيناتها وحيت سولنا كل شيء تيقول لك غير على الفلوس ولا الواحد أنه سلع قوي الله يرحم الوالدين هذه الأخت ديالها تبنات لها الدار حفصة فهمتينا سلع قوي تبنات الدار الخوة رشيد واسمع سلع قوي واسلع قوي بلا سي هاد المرأة شنو شكون السبب هاد الشيء أنا مقلدة إلا غير صحاب القنوات اللي خلاو هاد الروينة هاد الشيء غير اليوتيوب غير اليوتيوب غير اللي بغا يطلع قامته يطير على الوجه انا قولك سلع قوي تبنات الدار الحفصه والرشيد وتبنات لاش هي وعقا فيها الحال العمال شوف فيها الحال خالتي اختي بقى فيها الحال علاش ما نبنيو لها شوف هذيك البنت ما قاداش تخدم البنت غير صغيوره ما قاداش تخدم عليها ما كانت كتدخل للجرادي والحال تطلب عليها راه هادو اللي كيعتقوها هادو اللي كيعتقوها ما بقاش هادو هما اللي كيعتقوها سالتي وكون كون مراه راه انت اختك راه صغيره الإحسان العمومي يا عالم
كيف يعقل ان باش يستغلوا الجاليه المغربيه اللي كتصيفط واحد الريال اللي كتشكت من عرق تاعها؟ ها هو جزاء لحسبي الله ونعم. جيناهم جي هاد الناس شاد الدجا على حساب اليوتيوب وعلى حساب الفلوس وعلى وقفنا لهم كل شيء. صحاب اليوتيوب دروك اللي كيتخاصموا وكيدروا الصداع ما كاين حتى حاجه. شنو هي هي الاحترام ماشي ليك ما تشدوش. لا لا تحملوا شكون اللي لك الكلمه لا نقولوها نمشي انا بحالي. لا جلس لا الهضره ديال هجموا عليا شوف كي داروا كاملين وكل شيء سكت فاش قلت لهم كنتحدى شي واحد يرد عليا ياك جا الشادي شد الشاد الله هو معاهم اسكت كل واحد كينقز اسكت. السلام عليكم. هادشي كله سمع الحسن العمومي يلاه فيهم الصناعة هادشي كله على الفلوس هادشي كله كيشد كلشي كيشد خالتي ختو الله يرحم لكم خالتي ختو الله يرحم لكم الوالدين. خليوني انا نقول لكم شنو واقع النهار فاش تيقول لك عثمان هجمنا عليه اقسم بفمه بالله هو العواش راضي ولا يجعل لي مدنا راهو حنا خويا وكعت عطاونا غير الماء هدر النهار فاش يقولوا هجمنا على عثمان ذاك النهار كان جانا قناه الدار هنا لسيدي عدي وكان صعصع كان جا هجم على فاطمه هنا المهم شي واحد سميتو صعصع صعصع راه معروف صعصع هو اللي بغى الملك احسان العموم هو اليوتيوب هو ملك اليوتيوب ورزق كاع شي هو الدراري اللي هو الجمعاوي تنهضر على الجمعاوي ما هجمش ما هجمش ما هجمش اسمع 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 علاش ما بغاونيش اخويا الناس راه ما بغاونيش الشهاد شهاد الاختصار اسمع هاد الناس هادو بغاوني نجلي شهادتي راه ما نجليش شهادتي راه غنهضر بالحق وخلوني خلوني نهضر خلوني نهضر نعاود لكم الفيلم من ا حتى الزد حبه من حبه وكاريه من كاريه بلا ما غنتعصب باختصار باختصار نعاود لك الفيلم منين بدا باختصار ونغنختصر نهار جا صعصع لهنا لهاد الصورات البير هذا البير كان ماشي ما كانش سيدي عدي كامله عارف هذا البير محفور وهذا البير موسخ شي عمر بالماء ديال الشا كاين كاين عاود لي دابا على المدابزه ولا خليني تهضر واش هجموا عليه بصح الدار ماشي هجموا عليه الدار ومكان داك فاش جاو دوك فاش جات الصحافه ديال صعصع فاش انا وقفوا عليه واش هجموا عليه بدارو واش هجموا على المراه هجموا على المراه وخليني نشرح هجموا على خليني نشرح صاحبي خليني نشرح واش تقول لي هذه كاين من الناس الناس فاش جاو صحابو ما عندكش الحق هذه هجمه يا مرحبا بس ما تلعبش يا مرحبا هذا هو مصير شهادة الله اختي تلفتي عالم والله العلي العظيم والله العلي العظيم انا اناشد من هذا المنبر النيابه العامه ولا نشكك فيها تعميق البحث فلا ثم لا لاستغلال الاحسان العمومي عبر قنوات كتشوف كل شيء تيقول هذا الشيء كامل على الفلوس هادشي كامل استغلت الجاليه المغربيه يا عالم هدار اسمع اسمع استاذ الناس خدمات الناس خدمات ولا شوف السيد كان كيخرج هنا اش كيقول كيقول كان كيجي من الخدمه ما كنلقاش باش نعوم كيقول كان ما كنلقاش باش نعوم كيبقى فيا الحال واليوم لقى باش يعوم الماء ولا كيوصلوا حتى للدار ديالو شكون انت شكون انت انا ولد البلاد انا ولد البلاد انا ولد البلاد كنقول الهضره ديالي عندك اليوتيوب ما عنديش يوتيوب انا قلت الكلمه ديال الحق انا دري بقى فيا شوف دري بقى فيا كيبكي اش قال قالك اخويا انا تاع رشيد قالك انا كنجي ما كنلقاش حتى باش نعوم باش كيفاش نعوم باش نعوم ما كنلقاش كنجي من الخدمه ما لقاش داروا لي دار ويني جاو البير دباها محفروه ورانا ورانا بير شوف شوف اسمع لي اسمع لي اسمع لي بير كان من شحال هادي شوف بير شحال هادي شوف بير راه كاين شحال هادي سؤال اسمع سؤال اش ما يقولك الناس المشاهدين دابا راه وصل معنا تقريبا 3000 مشاهد سمع قالك علاش محبوبه هربات ما تجاوبش انتم ما تجاوبوش علاش نقول لكم جاوبوها جاوبوها علاش علاش محبوبه هربات علاش هاد الدجا علاش محبوبه هربات هربات ما عرفتش نقول لكم سمع نقول لكم انا جاوب سمع واش هاد المهم خطر ديما ولا جاوبوا المتتبع سمع 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 نقول انا نقول انا اخر اجابه نعم بلا تعطى بلا دغوات كامل نعم وبلا الهضره ديال 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 الشارع نعم كل واحد واش يقول الانسان تيهضر بشي هضره ما تيكونش عارفها نعم امي خرجوك تقول الهضره هذاك تيقول هضره كله تيقول هضره نعم خليو القضاء يدير خدمته هاد الناس طرف تيقول لك السيد حفر البير 5 متر وهاد المره انقزات قالت لهم خويا خايب
الشهادات للجميع. خليني نكمل هضرتي، دابا خليني نكمل هضرتي وراح نحط الميكرو ماشي بحال شوف نعطيك نعطيك اسمع اسمع لا 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 جاوب دابا انت اسمع لي نهضر معاك نعطيك واحد النقطه للمره الثانيه وكتقولها الله يرضي عليك. الشعب المغربي والجاليه واليوتيوبرات المغرب يعترفون بنزاهة القضاء، والقضاء لا نشكك في المصداقيه ديالو، وانا كباحث وكصحفي انني مشيت وعاودت نعمق في خبرك بان اكثر من 34 شكايه محطوطه امام القضاء. 34 انا مصدر ديالي هذا شغلي، انا مشغولي انا هذا مصدر ديالي لا 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 على هذا اليوتيوب. انا لا اتهم احد. واش في خبرك بين الجدارميه هذه دابا 6 شهور ما كاين المحاضر ديال هذا الشيء، ناس اللي خصها تمشي تقلب طاكي، ناس مساكن اللي خصها دابا تنشوفوها الفول غادي يبدا ديال هذه الحواله، ناس مساكن اللي وما الله يحسن العوان. شنو بغيتي تقول؟ اما بالنسبه تقول لي راه عند القضاء، انا نحن نحيي القضاء، ولكن علاش الحرب نايضه بيناتكم في اليوتيوب عاوتاني ومازال؟ خليوا القضاء يدير خدمته، وقفوا علينا هذا الصفا هذا الشيء ديال اليوتيوب تنشوفوا تيقنوا المحسنين فين مشى رزقهم. الناس اللي راكبه على الموجه هذا هو اللي كاين باش تسرعتني الشهاده ديالي. مرحبا دابا انت باختصار الشهاده ديالك انت ما خلاونيش نهضر اصاحبي اسيدي راه خص هضر وهضر وسط منهم. خليو لا ما ديرونجيونيش باش نعطيكم باش الشعب باش الراي العام تعطيها باختصار لا يرضي عليك. حنا السؤال اللي عندك واش هجموا ولا ما هجموش؟ صافي تفضل بالغياب ديالي اخوان اللي هضر عافاكم تيثبت بان راه مرحبا بالمتتبعين مرحبا ب 3000 اللي طرحها معنا دابا حاليا في اللايف. عطيني نشرب البير شحفر عند خوها رشيد خرو فيه 5 متر جات هاد المراه قالت لهم ودي داك السيد اللي حفرتو فيه راه ما غاديش يخلينا نشربوا، بدلوا القرار بالحمد لله تجمعوا كاملين قالت لهم الا حفرتوا هذا البير وزتوا فيه ونقيتوه ونقيتوه. دابا خلينا غير نكمل هضرتي دابا تيكملوا جاوبيه جمعوا فيه بالشوار ديالهم ديال الورثه كاملين ديال ان هذا البير غيتزاد فيه، هي راه طرفه من هذه الورثه هذه ما يمكنش هي تسكت هذه عامين اولا ندخلوا حنا في واحد البلاد بدون الاذن ديال واحد الوارثه بالورثه، راه ما يمكنش بتاتا. انا ما نقدرش نجي لواحد الوارث بوحديته ونشد منه الاذن بدون الاذن ديال الورثه الاخرين. هي استفدت من المستفيدين ديال الماء، دخلت الماء لدارها ولا ما تهمنيش الامر، المهم المستفيدين هاد المحليين وهاد القواد وهاد البومبا وهاد الشاطو اللي داروا هاد المحسنين الله يجازيهم بخير. عايش خلاك وفي الهواء الرخصه الا حفرتو جديد فين الرخصه؟ ما حفرناش بير جديد ها هو هذا براسو ما فيهش الرخصه، ها هو عندي الرسم ديال محاو علي ديال حتي عندي ها هو ما كاينش ذاك البير كاع كاينه العوينه. شريف خويا انت بنيتي وجيتي كتبني لهنا تقول بين بنيت وتخلص انا فرح مش حال باش طاح تقريبا هاد البير خويا تخلص انت معلم انا معلم 1000 درهم باش شد المترو انا ديالك انت المترو 1000 المترو عندك راه البنايه معانا عندك ما تنخافش مش واحد الخوف من الله دابا 1000 متر 1000 درهم للمترو المتر كيو 1000 درهم المترو مترو بكا ومترو بكا اذا مش حال هنايا هي 6 مترو هنايا 6000 درهم هنايا على 5 على 5 هذه هي خدمتي انا هي مليون اخرى ما عرفش عليها 100 الف فرانك هادشي اللي درت انا لديتي انت لديت انا وخدامه ديالي هادشي اللي درت شي حاجه اخرى بيناتهم هاكا انت خويا شكون انت؟ انا اللي بنيت البير راه درنا ليه الكباري حيت البوطون بنيتي انت درنا ليه الكباري البوطون السينا شحال باش طاح البير؟ معلم انت خصك تقول لي الطق انا انا قلتي ما عرفتش السي حميد انا عندي الطوطال ديال كلشي في الشاطو وداكشي كامل شحال انا تنهز السلعه شحال غير سمع انا تنهز السلعه عند الدروكري وتنخلص لهم والله ما باش نعقل على الفاكتورات شحال راه عندي فاكتورات في الدار غير تقريبا راك بالناي تقريبا غيطيح ديك 4 هكاك 4 طايات كلشي 4 4 ونص قال لك مراه وحده صيفطات 12 المليون ما كاين ولا قالتها تجيب اذا جاوبونا وهنا غادي يبقى السؤال اخواني الكرام ما بين التداعيات والاطراف انا والسد راه صيفط لهم 24 مليون على هذا البيع شوف اش كاينه ايوا هذا كلام هذا عطينا دليل قاطع باش نفهم لك كملتي واحد العصابه من اليوتيوب نعم كلها متفاهمه وبلا قلتي واحد الهضره هذه كامل هذا الشيء غلق الحرب ديال اليوتيوب غلق الحرب ديال اليوتيوب شوف سي حميد دابا انا غادي وكل شيء بغى يستغل الاحسان ديال المغاربه والجاليه المغربيه هذا اليوتيوبر هذا شوف قناه في العالي بغاو يضربوها باش دعمني علاش غندعمك
لا ما ندعمكش اخويا، ما ندعمكش انا، شوف البرودوي ديالي ما كاينش. شوفوا المتتبعين هما اللي شنو شريف الارض عليك عافاك واحد شوف. انت كتقاطعني. انا نقاطعك لان المتتبع هو اللي جيت انا لهنا. انت انا المتتبع. شنو شريف الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. سي حميد، سي حميد. راه عن بوحد راه الجاريه جاده معايا العرق ديالها على جينا نتزوجوا فين نمشى. سير سير سيدي مرحبا. قول المتتبع الكريمه شنو كاتبين انتما في الكومنتار. اخوان دابا تيستغربوا على غياب محبوبه. الحسن الحلا لا لا كان حنا توصل لكم الرساله. لا ماشي الام، لا لا تتوصل، لا تتوصل. حتى هي مقتحمه راسها في هذا الشيء، حتى هي داخله في هذا الشيء. شو راه هي ولا حتى هي؟ لا انا جاي نور الناس للام. لا ماشي الام، حنا ما تنهضروش على الام، تنهضروا على قناه محبوبه بصفه عامه. اذا الحسن هو قناه محبوبه. صبر راه شريف الاخوان. لا دابا حنا السؤال ديال محسنه توريا راه داخله معنا في الخط اللي صيفطات 12 مليون الحفصه ديال الذهب و5 مليون ديال التكاست على التصريح ديالها. وكاين هنايا غادي يدخلوا الاخوان. الله يرضي عليك. الشريف راه المتتبع تيشوف اللي تيقول له عطيك الشعب، اللي قالها له عطيها للشعب. ماشي موضوع. الله يرضي عليك، اللي قالها كاع ما تغلطش لينا. الله يرضي عليك. كاع تخربيق الخاوي ما عندي ما ندير به. شنو؟ عندنا لا 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 صبر صبر الخوي كاع ما عندي ما ندير به، جاي باش ننور الشعب. الله ينور. لا لا هذا السؤال موجه لقناة محبوبة. بغينا 12 مليون ديال توريا اللي صرحتوا به عبر اوديو صيفطوا لها وخرجت به في قنوات اعلامية تتقول بانكم رفضتوا تعطوا الفلوس لخوها وانتم اعترفتوا بانكم جديتوا. خويا الحسن روح. مرحبا مرحبا. دابا دابا نعطيكم واحد السؤال ولكن حتى واحد ما يهضر. حنا تنحترم باش تشرح الناس. دابا غير خليوني نهضر ما تعجبنيش هاد الصداع بحال هكا. نهضر غير الله يرحم الوالدين. دابا الجواب غنجاوبو بواحد الطريقه. جاوب هذاك. مرحبا. انا غنسولك واحد السؤال. شوفي انا غنسولك، انا غنسولك واحد السؤال وغنقول لك واحد القضيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قبل الهديه ولا ما قبلش الهديه؟ قبل الهديه ولا لا؟ قبل الهديه سي حميد. عافاكم. والهديه كترد؟ الهديه عطيتك واحد الحاجه نادي عامين قلت لك كوليها ولا شربيها ولا شغلك هذاك بالرضا ديالي. وداز عامين وجيتي تقولي لي خصك ترد لي واحد 10 دمني ولا 7 دمني وعطيتك هذه عامين. في نظرك انت معقوله ولا ماشي معقوله؟ ما معقولاش. لا ولكن سمع هي قالت لك ماشي هديه باش دير بها هديه. قالت لك ان لا لا انت غادي غالط. وبغيت نعطيها الفلوس. انا مريضه بصح. لا هي فاهمه اخت توريا. غادي نقول لك انا لسان توريا هذا غادي تكون هي تتسمعنا وراه كاينه على الخط معنا في اللايف. هي قالت لك انا عطيت الفلوس على اساس حفصه يتيمه. انا من بعد اكتشفت ان حفصه عندها الفلوس. استغلوني لي زوديو تتبكي عليا حفصه. حفصه قالت لي انا وعدت انني ندير ليها الذهب. الذهب الذهب اللي الذهب باش وعدت حفصه عطيته ليها. تكاشت وعدت حفصه درت ليها احسن ما كاين. قالت لك على اساس ان حفصه يتيمه ما عندهاش فقيره ودابا تنطلب بغيت رزقي يرجع ليا. انتوما قلتوا انتوما قلتوا مرحبا نعطوك فلوس. قالت لك خويا كاين في مكناس يتلاقى معاك. قلتي لي لا، قلتي لي لا ما غاديش نعطيو الفلوس لخوك. قالت لك انا مريضه بالسرطان دعيتكم بالله. على قول توريا انا بعيد على هذا الشيء. راه داخله دابا جاوبت. هي كتقول باللي حفصه قالوا لها يتيمه ولا ماشي يتيمه. حقا حفصه يتيمه. واش هي حفصه ماشي يتيمه؟ ما ميتاش با. هذا السؤال الاول. غير صبر. انا جاي. لا لا انا هضرنا في اللايف. هضرنا في اللايف. هضرنا في اللايف. سمع. هي ما بغاش انا جيت. يوقف البرنامج. تفضل. غادي نشهد الكل والشهاده ديال الجميع. الحاله ديال حفصه. خاصة صراحة انا ما عجبنيش الحال نهضر على الزوجة ديالي في هذا الموقف ولكن ماشي غير هضر على نظر رأي عام. ما عجبنيش الصراحة الحال ولكن ماشي غير هضر. حفصة كان شي واحد موعيل ديالها، كان شي واحد تيخدم عليها من غير كنتيا؟ انا غير انا. عمر شي واحد عاونك من غير كنتيا؟ ما كاين اللي ما تباها ما كاين حتى يفرح حتى ب 4 دريال. هذه حفصة هذه الزوجة ديالي الله ينورها ويخليها ليا ما تنفرش نوجه واحد الرسالة ليها. والزوج تحية للزوجات كاملين. فاش كنتي خدامة عليها فاطمة؟ كنخليها عندكم. واش كنتي انت كتخدمي عليها؟ في الجرادي.
انا ديما غير الخدمه ديالي غير المخ. وحاليا انا فاطمه، حاليا انا فاطمه. لا دابا ماشي انت راكي بحال امك. ها دابا خاتي خدجو، دابا شوفي ربي ما غاتكش خاتي خدجو. انت خاتي خدجو، ربي ما غاتكش خاتي خدجو. عافاك دابا خليني نهضر، ما غنكروش خيركم. غادي نرجع لك واحد السؤال، نرجع لك واحد السؤال. تفضل اجي فاطمه. فاطمه نجي عندكم شي ورث كبير انت وحفصه حاليا؟ عندكم شي فلوس في البنك؟ عندكم شي؟ لا ما عندناش، ما عندنا لا لا فلوس. داكشي اللي شفت من المخف كناكلو. دابا هي اسمعي باش نوصل لك الميساج اللي موصلين لها هي. اسمعي اسمعي ربي وما اسمعي غير واحد السؤال. دابا هي دابا هي هي اللي موصلين ليها توريا، اللي موصلين ليها لتحياتي ليها. وشنو ما قالت نعطيها واحد التحيه كبيره، تيقولوا لها باللي السيده دايره لاباس ملياردير. شكون هاد مرتك؟ هاد الزوجه ديالي تيقولوا دايره لاباس، قنعوها باللي هي ملياردير. وحنا تنقولوا لهاد السيده تخربيق، اقسم بالله العظيم الا تيجيني لها شي عزاز مني. السيده هي السيده توريا اطيب خلق الله، ومريضه مسكينه في السرطان، وتواصلت معنا وانا خيرها ما غنساش. هي عطات الهديه للنسيبه ديالي والزوجه ديالي، كلاه ولا ما كلاهوش انا ما تندخلش في ذاك الامر، داك الشيء معطيه في السلطات. ولكن واش الهديه سي حميد دخلنا لك بالله؟ واش ترجع من بعد عامين؟ جاوبي انت. دخلنا لك بالله. انا شوفي انت رايك تيه، انت رايك زوين عطيتيها انت سي حميد رايك مهم. ولكن هي قالت لك ما عرفتش. دابا فهمتي؟ دابا هي هي قنعوها. سمعي هي قنعوها سي حميد. سمعي سمعي دابا هي قنعوها باش نوصلها واحد الميساج. هي قنعوها، هي قنعوها باللي الزوجه ديالي ونسيبه لاباس عليهم. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. هادي هي القناعه اللي عندها في الراس، ودخليها اختي توريا للمغرب والقضاء. هادشي هادشي كامل غير الحسد والغيره. وخليو خوتي القضاء ديال خنتو، والله يعاونكم. انا خليكم رحمه الله ونهب السي حميد. تحيه الصحفيين كاملين، الله يهنيكم. شنو مازال شي سؤال؟ لا 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 صافي غير انا السي حميد. السي حميد عندها غير التراب. اذا اخواني الكرام، تحيه حسن. اذا اخواني الكرام تبارك الله عليكم، وكنا مباشره من نواحي ديال سيدي عدي. اذا اخواني هذه هي تداعيات والحقيقه ديال ما تداول. فتلبية للاخوه اليوتيوبر والشعب المغربي حطينا الرحال هنايا، وربما باش نوروا الراي العام. نحن حاولت انا، لان الاخ كاين بعض الاتهامات خطيره، ولكن انا اجهل الاتهامات كانت ضد من، واش انت او الاطراف الاخرى اللي صرح بها الزروالي امام الراي العام في قناه شوف تي في. اتهامات اللي تيقول هو بان كاين عنده ما يثبت 600 مليون و 800 مليون بانكم شديتوها. ما يثبت المتتبعين ديالنا نحن معاه. وغتنوجه واحد السؤال. شنو الرساله بتقول للزروالي؟ غتوجه واحد الرساله للسي الزروالي اللي عنده ما يثبت في حقنا 800 مليون. مرحبا بوجهنا احمر، ومرحبا بوجه مكشوف قدام الكل. والقضاء الحمد لله غيعري على هذا الشيء. وملي غتجيب ما يثبت كاين الحمد لله السوشيال ميديا، وريهم قول لهم هذا. شكون السبب اللي خلى الزروالي باش يجي لسيدي عدي؟ كان جا على مي ميلودا على شي ادعاءات، ادعاءات كاذبه. كاين شي قنوات كانوا الصراحه طلبوا الدعم من طرف محبوب التي في، ولكن هذوك ما تيشرفنيش انا تنقولها وتنعاون. انا ما تيشرفنيش ندعم. سبب غياب حنان كمتتبعه. سبب غياب حنان، حنان تنوجه لها واحد التقدير، واحد الحب، واحد الاحترام كاخت. انا جاوب طريقتي اخويا حميد، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. تنوجه لك اختي واحد الاحترام اللي هو كبير. وانا فرحت شي الحوايج السلبيه انا ما نهضرش الاحترام. واهم حاجه هي امك. شي شنو ما بغى يوقع في الدنيا امل بالله. اختي حنان مزيان ملي رجعتي لامك، تنتمنى لكم تعيشوا افضل عيشه والله يسهل عليكم. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وبغيت نوجه واحد السؤال اخر. حنا كيتهمونا بالاحسان العمومي، الصراحه واش الصراحه هاد الجمعيات اللي تدعيوا انهم جمعيات واش عندهم الحق حقا حتى هما يديروا الاحسان العمومي بهذه الوسائل وبهذه الطرق ديال انهم بقوا يخدموا بعشوائيه بلا كونت، بلا جمعيه، بلا مقر، بلا اعضاء، بلا مرارا وتكرارا تنشوفو تيجبد فلوس. واش الجمعيه كتجبد فلوس ونعطيني مني ليك؟ راه كاين الحمد لله الجمعيه كتخدم بوثائق، اي فلوس خرجات كتوثق عليها. هذا السيد خدام بعشوائيه وتيداعي وتيدير الصفه، والصفه ما عندوش بتاتا. اخويا حميد وتحيه للجميع. تفضل اخويا. هذا الشيء اللي قلت. حنا الحمد لله غادي نحطوا واحد الشكايه ضده، ونشوفوا الحمد لله القضاء، نتبعوا القضاء، وحنا فرحانين وناشطين وما كاينش المشكل. واللي قال القضاء ولا كانت جريمه في حقنا مرحبا والف مرحبا. هو السياسه اللي بغيت. شكرا خويا، وشكرا حتى على اللباقه ديال الطريقه ديال الهضره، رغم ان كاين شي موضوع شي محشش. سامحتها اخ ضيف الله، انت راوي ضيف الله. الغايه مرحبا مرحبا. شكون الغايه؟ غاسا هذه سين ميد ما قلان ولا هذيك البنت؟ هذيك البنت صغيره رانا صيفطت لها الدبالش، راه صيفطته لها ودار عليهم الفيديو والناس كتفرج فيهم، صيفطته لها هديه. واش الهديه كترجع؟
حيت ما بغيتيهاش ما صيفطيهولهاش. دابا هذيك دابا عطات لها الهديه وخرمات. خرمات هي اللي خرمات. شنو قالت؟ هي تتصرح ب 12 مليون. سمعي هي عطاتها داك الشيء اللي عطاتو لها ولات خرمات. البنت غير صغيره ما لقات. ولكن قلتو لها نتلاقاو في مكناس ردوا لك فلوسك ولا ما نعرف اش قلتي. هذا كاين هذا الصوت ديال الاخ وما بغاتش. خويا كاين هذه الهضره هذه. انا تنقول لها الا رجعتي نقدر نعوض لك. انا تنقول لها الا رجعتي نقدر نعوض لك دخلي انت. اما انا يجي شي واحد عندي ما تنقبلش كما كنجي هي براسها ونقدر نعوض ان شاء الله يا ربي. رايك يحترم. نقدر نعوض ان شاء الله الا كتب الله. رايك يحترم. اخي وتي صافي هذا الشيء اللي في قلبكم قلتوه. تحيه لكل المغاربه. الغايه اننا باش نوضحوا الراي العام اشنو واقع هنايا في سيدي عدي. ربما ان باختصار شديد هذه تطاحنات من اجل الربح ديال هي اللي خلات هذه العداوه ما بين هذه العائله تمساكن. عائله اللي كانت تعيش الحب والاخاء والتاخي حتى ولات شوهه امام العالم. فتنتمناو حتى الطرف الثاني اللي غاب اليوم وتنستغربوا على الغياب ديالو رغم التواجد اليومي والصراخات اليوميه اللي كانوا تيقولوا ان فور وصولنا الى هنا بداوا بالتهديد ولكن في الاخير قال لك اننا مستعدين نور الراي العام. هاد الاشخاص انا استغرب الغياب ديالهم وهاد كما يستغربوه كل المتتبعين الكرام. بغى يهضر شكون بغى يهضر؟ راه بزربه صافي البرنامج. اخواني تحيه لكم وضيف الله عندكم وشكرا على اللباقه تاعكم. شكرا للسلطات المحليه. شكرا للاخوه ديال القوات المساعده. شكرا لان التواجد ديال الجمعيه المغربيه للاعلام كان تواجد قانوني وكان اخبار للسلطات المحليه. شكرا لان ما ضايقوناش حتى في هذه المهمه الاعلاميه اللي ربما تربك بعض السياسيين هنا بالمنطقه وخاصه ان بلغ الى علمي بان سويست القضيه بان احزاب كتحاول تستغل البراءه ديال هاد الناس وتحاول تستغل الضغط ديال هاد اليوتيوب وتحاول تشحن افراد وشباب عبر قنوات اليوتيوب مشهورين في حاله تتكون غير طبيعيه. نشوفوا خالتي ما عندي اليوتيوب ما كنستغل ما بغيت حتى حاجه بغيت غير لهنا صافي ويبقى بير بير ربما نكونش في هذا المكان. صافي قال لك اسيدي حنا ماشينا زينين بارك الله. لا لا راه ما يخسر الله. اش داك الشيء يا شريف؟ الو الو هذا المراه معروف هذا؟ معروف عارف انت شكون هذا؟ عارف انت شكون هذا؟ راك على المباشر خويا راك على المباشر الله يعطيك الستر. اخويا بخير هاني صح لاباس؟ الله يبارك فيك اسيدي الله يبارك. الاسم الكريم اخويا الاسم الكريم الاسم الكريم عادل اخويا عادل الكنية الاستاذ اخو الاستاذ المحامي معروف انت العمود. تفضل انت العمود عادل. عمود عادل الاستاذ عمود انت شنو محامي هذا؟ كيفاش عرفتي الرقم؟ وخلي نعطيك السؤال وجاوبني استاذ. نعم واش ماشي من حقي نعطي سؤال انا من الراي العام تاعنا خصني نعطي سؤال وجاوبني انت كصحفي. قول لي يا شريف. مرحبا سيدي بغيت نسولك هذا الرقم اللي قلتي نتايا فاش كنتي داير اللايف ديالك كي درتي جمعتي هذا الرقم ديال 600 مليون. الرقم؟ قلتي في اللايف ديالك. نعم. كي درتي هذا الرقم اللي انا اقول ما يقوله الشارع. انا صوت الشارع. لا الشريف انا صوت الشارع. اي تساؤل بغيت تسال عليه المواطن انا تنحطه عبر قناه شوف تيفي في برنامج مباشر. مرحبا خويا بغيت نسولك هذا الرقم الاجمالي واش الجاليه اللي جمعته ولا المتتبعين؟ الجا هنا تي هنا الاتهام راه الناس اللي مضروره الجاليه اللي كتبكي قالت لك اسيدي استغلت باسم الله. واخا خصنا الادله. تفضل 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 الزميله ربما راه الزميله هي تبعت هذا الدوسي اما انا جاي نور بكل مصداقيه الراي العام هذه الحقيقه اما باش نجاوب على شي سؤال لست بطرف. تفضلي استاذه. خويا سمع الاستاذه غتجاوب. الاستاذه غتجاوبك عافاك سمع. خويا حنا هاد الارقام بناء على الشكايات اللي حط الزرواري بالجمعيه ديالته ما بغيتش نذكر الاسم ديالها باسم الشكايات اللي تحطت في قناه مرايا 24 وكانت خرجت واحد الاخت بتصريح. هاد الشكايات كاملين كاين عندنا نسخ منهم. حنا ما جايينش هنا نكذبوا على الراي العام او لا عندنا حزاجات مع محبوبه او لا مع شي قناه اخرى. لا لا اسمعني اسمعني. لا اسمعني سيدي الشكايات انا متبعه الملف. شوف الشكايات اللي تسمى لا واسمع اسمع انت دابا اتهمتينا اننا تنكذبوا الراي العام. هضري
حنايا جينا هنايا بناء على الشكايات ديال الجاليه المغربيه، الجاليه اللي عامين ما دخلتش للبلاد، عامين وهي تتبكي على البلاد باغا تدخل، الجاليه اللي قالت لك تكلال يا رزقي سيروا جيبوا لنا الحقيقه من ابناء محبوبه، ماشي من المتتبعين ديال محبوبه، الحقيقه بغيناها على لسان الحسن الاخرين. واش عندك الوقت 600 مليون؟ انت دابا هضرتي وهضرتي. لا اسمع، لا اسمع، لا غا اسمع، اسمع 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 لا اسمع 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 اسمع، حنايا جايين هنايا تنوي الراي العام ان والحسن يقول لنا الحسن يقول لنا الحسن راه شي عندك تما عندنا الفوتوكوبي ديال 600 مليون هي كتقول لك عندنا الشريف الشريف الله يرضي عليك الشريف الله يرضي عليك لا 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 انا كاين معاك انا اسمع الشريف الله يرضي عليك اسمع لا هو نقطع الله يرضي عليك من حقي نقطع من حقي نقطع على ما بغيت دقيقه راه الله يرضي عليك الشريف الله يرضي عليك شوف نحن هنا جينا وانا جيت وتلاقينا في القهوه قلت لك انا لا علم لي بهذا الشيء حاولت تنور الراي العام الاخت قالت هي ان اسمع مليون الشارع يقول من لا 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 اسمع لا انا قلت لك قلت لك عندنا شكايات عندنا شكايات ديال الجاليه شكايات ديال الجاليه الجاليه اللي خرجوا في قناه ماريا 24 راه خرجت الاخت تتهضر من قدام القنصليه في فرنسا ما تقطعش عندك الدليل عندنا شكايه ديال الجاليه اللي انهم خرجوا انهم خرجوا حنا دابا لا جينا ما جيناش اننا نسمع الناس يقولوا لك حنا بغينا انت تنور انت ترجع الجواب اللي ما عجبنيش هو ملي هضر على 600 مليون قلت له انا ماشي عن فراغ وهضرت عندي لي بروف ها هي راه كاينه في قنوات لا اسمع سي الحسن انا كذبتو قلت ليه 600 مليون تيقولها الشارع ولكن حنا كصحافه شنو عندنا الشكايات المخطوطين عند الدرك الملكي في ازرو حنا ما داش نديو في هذا المبلغ كاين هذا المبلغ 600 مليون تيدعي الزروالي اكثر اسيدي تيدعي اكثر يجيب لنا لي بروفي تنتمناو من سي الزروالي انه يوري لهاد الناس لي بروف اما نحن كطرف نحن كطرف محايد اذا تحيه راه داك المسكين الحشومه الو استاذ انت الو استاذي شنو اخويا كمل اخويا عافاك يلا غادي نتصدر سير اسيدي يلا زيد عندك استاذ عندك تفضل واش علو علينا الضوء واصبر اسيدي هاو طرحتي في اللايف ديالك السابق قلتي بين اللي كيحط النمره ديالو للصاب نعم إيه لا ماشي انا اللايفات انا لازلت اؤكد ان اي واحد يدير عمل انساني والواحد تيكون راجل بعقله بولاده عنده دار وعنده حبوبه في الرجل تيجي واحد ويقفلو عند راسو بدا يتباكى مع المغاربه ويعطي الرقم ديالو الخاص علاش ما يعطيش ديال داك الراجل شنو من صفه عندي انا باش نجي نعم واخا استاذ نعم استاذ انا نسولك اه هذا اللي داير الشكايات عنده جمعيه عندنا الوصل النهائي مزيان شنو الرساله بغيت تقول قول اخويا الرساله مزيان سول اخويا هذا لا هو انت دابا صحفي نزيه اه هو يجاوبك هو اللي غيجاوبك ماشي انا قول لي اخويا التناقضات فين كاينين وانت اللي خصك صاحبي تسولك انت محايد اسولو راك على المباشر سيدي راه تيشوف فيك في اللايف عندك لالا مرحبا اعطينا الوصل النهائي للجمعيه ويعطينا خويا اللي سميتو الحسابات الاخر ويعطينا اللي يقولوا في ديال الحسابات ديالو هو الفلوس اللي كتدخل هو لا وشكون اللي كيحكم انت قلتي اللي كيحط نمرتو في سميتو في المباشر نصاب كاع دابا بغيت نقول نصاب وهذاك السيد هذاك السيد كينصب حتى هو كيحط نمرتو ما انا نقول السؤال اخويا قول له انا كنقول لك انا على المباشر اللي كيحط نمرتو نصاب سواء كان هذاك ولا هذاك اييه مزيان مزيان انا متفق معك بزاف وانتم على صحافه نازيه خصكم تطرحوا الاسئله للطرفين هذا سؤال عبر الاثير عبر المباشر ها هو اللي غيسمعوا ولا ما نوماش غيشوفوا ولا احنا ناس كمغاربه كالاخر كمتتبعين كالاخر كنفهموا في القانون السلام عليكم العيالات بسلامه سمحوا لي انتم كتهموا هاد الناس ما عندهمش وصل الجمعيه واحد هذاك السيد ما عندوش وصل الجمعيه مزيان هذا سؤال مزيان قول عطينا سيدي الترخيص اللي عطاتو الدوله باش يمارس الاحسان العمومي ما عندوش ترخيص مزيان زيد الاحسان العمومي بدون صفه زيد كيحط النمره ديالو كيصور الحاله كيحط النمره ديالو كيصور 20 مليون وطلعوا صحابو كيقولوها في لايفات ونصيفط لك لايفات مباشره صحابو تيقولوها نعم قال لك احنا من حقنا نديو 10 صور دخل 20 نديو 10 وديو دخلوا 10 ولكن خويا استاذي حتى هاد الناس اللي حنا معاهم دابا وهاد هاد سيدي عدي راه شفتهم تيعطيو الارقام ديالهم صحابه محايده تردع كل شيء ممنوع تحط النمره ديالك ما عندك الصفه هذاك السيد ما عنده الصفه حتى هادو الناس اللي ما عندهم الصفه يعني كل شيء خصو يمشي للقضاء
إذن أستاذي دابا كتأكد نفس الاتجاه فاش مشيت منذ بداية البرنامج ومنذ الصرخة الأولى التي قمت بها في سيدي عدي. نعم أخويا. أخويا. نعم. أنا تفرجت اللايف ديالك. نعم. عندك ألو. تيمشي يا خويا نص الصوت. خويا. شيابيل دخلت. إذن وهنا بغي نعطينا حق الرد ساعة أن مشى الريزو ربما وصلت هو الرسالة ديالو هاد السيد هو تيقول لك أي واحد يدير شي مساعدات مثلا هاد المرأة كما كنشوفوها أخي المتتبع ما يمكنش نجي أنا وندير الحالة ديالها ونقول لكم هالرقم ديالي عاونوها في سبيل الله لا خصني نعطيها الرقم ديالها هي وانتم تفعلوا معها هي أما كل واحد يدوز حالة اجتماعية ويعطي رقمه تنتمنى من النيابة العامة أنها باش تتبعوا طبقا للدستور المغربي شكرا لهاد العائلات رغم أن التشاحنات كانت بيناتنا شكرا لان التزموا حتى واحد جوج شباب كانوا معايا وقعنا شي شويه في سوء تفاهم تحيه ليهم خويا العزيز جاي نصور انا وانت كتصورني يوفى عبو ما يذي عبان غاز هذي عبا هذا وحده نعطيك رضا السي حميد ما عندي اليوتيوب ما عندي الفايس ما عندي حتى حاجه انا جيت نهضر غير على الحق يلا عندك طيح يش 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 ايوا طلعنا عند الجبل اخوتي وراه وقول كيفاش طلعت هاد السلعه هادي تتبناو جوج ديور هادي هنا واه واه ولكن كون مشى هاد الاحسان مزيان راه كل العرقه هنا راه فيها الف حسنه دابا هاد جوج ندمتو ماشي انا تنتهمكم انا تندمو مساكن حتى صاحب الاحسان هافا كان مساكن تيتباكى وتيقول لك راه استغفرنا الطريق الخير هي هادي ديما تبع الشيطان اللي بغى يدير الاحسان يكون لازم انه يوجد نفسه هاد الحاجه اخويا انت راك متقف زعما اجي نقول لك هاد الحرب دابا كاع اللي في سيدي عدي دايره على البينكا غير على اليوتيوب غير على اليوتيوب انا دابا نخرج ندير لايف عليك دابا نيت دابا نيت وشاس ونطلع عليك عليك المشاهده اه وشاس يا حميد شاس يا حميد نعبر عليك هي شنو كان غير هادشي دابا كله غير حرب على اليوتيوب لان انا اللي بقى فيا عائله وحده والله العلي العظيم انا كون انا القضاء الحمد لله انه لان هذه جريمه اما كون شي حاجه من انا كتعول انني نصالح براسو غير على اليوتيوب جمعاوي براسو على اليوتيوب اجي اختي خويا ولا اختي الا كانت لاباس عليها من فضلي انا ما نحسدهاش وشكون هادي هما داروا لهادي داك الاخرين ما داروهمش ما نحسدش ولا شكون هاد البنت هي المراه ديالك اه هي مسكينه اللي تهمو واش انت لا ماشي الاخت هي متهمه هادي لا نتوما من الاخر نتوما والو اذا خوتي هاد كذا هكا دوزنا هاد الاجواء مع هاد العائلات في سيدي عدي شكرا لكل من ساهم في هاد في هاد في هاد البرنامج كشكون للمحسنين انا بغيت نقول للمحسنين ما تقلقوش ان الاعمال ديالكم مع الله سبحانه وتعالى والتقليد ها هو نازل على هاد الناس في سيدي عدي هادي الحقيقه واللي خدم بينه وبين الله راه غادي يخلصوا سيدي ربي واللي راه استغل المعاناه تاع هاد الساكنه قدوا الله وعاوتاني ان شاء الله ان القضاء هذا الماء كيفاش اننا ما نكونوا محايدين هذا ما تاكدوا هاد الناس وهاد البني بانه داروا من هذاك البير المشكل جايه من فوق لا واش من البير نيت لا واش من البير البير كنا حدا من البير الشاطو ايوا نغسلوا وجهيه بعدا صدق هذا واش ضربوا قول الله يخلف على المحسنين الله يخلف على المحسنين إذا هاد السقايا خوتي راه تجي راه من لهين جايه هاد السقايا هادي من داك الجبل يعني كاين الشاطو وكاين الخدمه ماشي بقابنا نبغي تيهضر على الفراغ وصاف انا اللي خدمت هادشي اخويا حميد ما حفظتيش بزاف على الحجر راه الجبل الجبل اسي حميد والله الا الجبل عرفتي والله ما تحضر غادي نساليو هاد البرنامج الغايه منه الجبل هذا وشكرا لتا هاد العائلات اللي جاو شكرا لكم وتا الاخوان شكرا على التفاهم ديالكم سمحوا لنا على المشاحنات الغايه من هاد الشيء اننا باش نوصلوا اش واقع لازلنا نؤكد باننا علاش ما بانوش دوك الجوج اللي بانوا قالوا الا وصل شي واحد هنا تمشي له الراس انا اخواني اجي وضحوا للراي العام مرحبا بكم انا اخوكم الكبير واخا سبيتوني معليش يلا تبارك الله عليكم تحيه ولا شوفوا طابق شي لعبه شكرا
إذن وهكا إخواني غادي نساليو هذا البرنامج، برنامج اللي هتزلو الرأي العالمي، برنامج اللي دعا اللي كانت الإحسان العمومي، برنامج اللي نتندموا فيه مجموعة المحسنين. بسلام عليكم، الله يعاونكم، الله يعاونكم. برنامج إخواني للمحسنين أنهم بكاوا في قنوات قالوا بأن تستغلينا. هاد العائلة تتقول لك ما تستغلين، ما استغلينا حد، ولكن كاين اتهامات في انتظار خروج الطرف الثاني باش انه يبرئ ويخرج على يخرج للرأي العام بالصراحة ديال أشوقع. تحية خوكم حميد العقاوي. هذه هي سيدي عدي، سيدي عدي اللي تمنيت الشباب ديالها يدير يد في يد، سيدي عدي اللي شباب اللي راه راحوا بقلبه بيض، شباب إخواني اللي أن تنشوف العنصر اللي شوي فيها الرجولية تبتوها في مواقف نضالية وخاصة في ملف أراضي الجموع. مات مرة شهيدة إخواني بشحال هذه لأنها مريضة ومشات في مسيرة لأنها كتموت على الأرض ديالها، ناس متشبتين بالأرض ديالهم، ناس إخواني اللي تيقولوا تستغلينا باسم الله. هذه الهضرة اللي دايرة كآبة في الشارع إخواني ونظرات، ونحن كمصحفيين مباشرة حيتحطينا الرحال. أنا وعشرة وتسعود ديال المنابر إعلامية وثمانية، شكرا للزملاء وشكوى، وأعتذر مرة أخرى للزملاء دفاس من هذا المربر اللي كانوا جايين باش أنهم يوقفوا حتى هما هنا، إلا أن ما تلاقيناش لأسباب خاصة. تحية لهم وتنقول لهم بأن الرسالة وصلت، فتحية لكم. من كنت هادي مضرب بالحق، هادي مضرب بالحق، الله يشد الحق في اللي استغل لكم كيما بغا يكون، هادي مضرب بالحق. واش نهضروا الحاجه خوتي بقاو خوت، ولكن استغل لي حتى واحد اللي بغا يكون اللي خوضها الله ياخذ فيه الحق، اللي استغل لكم قدام المحسنين اللي يشد فيه الله الحق. شنو وي نعم. وهنا غادي تجي مي ميلودا، مي ميلودا وصلت ولا باس، ولا الا على حسن النيه ديالك غادي نقطع اللايف. اذا مي ميلودا وصلت، هنا غادي نشوفوا مي ميلودا فين اسماء. انت غادي تشوفي مع مي ميلودا، انت عارفها انا خويا نوري خويا شوفي خير هانيا. فين مي ميلودا؟ شكون هي؟ هادي خالتي الطول. خالتي الطول لاباس بخير؟ هانيا بخير؟ كلشي بخير؟ السلام عليكم بخير هانيا؟ لا لاباس بخير هانيا؟ كلشي بخير؟ الله يعطيكم الله يعطيكم الله يعطيكم الصحة. صافا بخير هانيا؟ كلشي بخير هانيا؟ صحة لاباس؟ هادي هي ميلودا. انت غادي تشدي انت تشوفي نمشيو عندك لا لا ميلودا، نقطعوا اللايف ونسمع عمو ميلودا. نسيري لا لا ميلودا انا نجي عندك شكون اللي عارف المنزل؟ لا واحد يمشي معنا يوريك المنطقه، نمشي معكم. لا نمشي نهضر مع الاداره عاوتاني، خصني واحد نص ساعه تخليوني على هادشي. معنا اختي انت ياك؟ هادي انت صافي جلسي. اذا هنا ترقبوا خروج اعلامي لمي ميلودا. مي ميلودا صاحبه ربما اشهر صفحات في العالم الازرق في اليوتيوب، ربما اتهامات خطيره وجهت لهذه المراه في واحد السن ديالها، سن عندك في السن اللي راه سنك بحال الوالده ديالي. تنتمناو اخواني اننا باش نوضحوا للراي العام اش واقع، لا نشكك في الواقع في القضاء، والقضاء انه فعل الخط. فتحيه لكل المتابعين، راه تتابعونا على قناه شوف تي في بعد قليل مع مي ميلوده.